السلام عليكم مشاهدينا، مباشرة من بحرشة مريم في سوسة. معضلة بيئية باش ما نقولش كارثة ولا لطف في الكلمة، تتكرر في كامل شواطئ الساحل، الساحل الجميل اللي الناس الكل تحسدنا عليه، لكن الآن ولا ساحل مسخ نتيجة إلقاء مياه الصرف الصحي. فضلات المنازل، فضلات النزل، وأيضا المصانع في بعض الأحيان تلوث في المائدة المائية متاعنا وفي ثروتنا البحرية. أختي باختصار شط مريم المربط، الاسم العالي والمربط الخالي. ولد العباد عندهم البحر نعمة، احنا في شط مريم ولا انا نقمة البحر. تبدل كل شيء، تبدل كل شيء. ولات فما دي ريزيدونس يهبطوا في الماء في البحر، مع زيد حتى المشروع هذايا انا ضده اللي هو عملوه نتاع الحجر هذايا على اساس مش يحميوا الشط. قبل ما تحمي الشط انت خممت فيك المياه الصرف الصحي اللي عندهم هم مسيبينها في الشوارع، خممت فيها انت وين هزيتها؟ انت جهبطتها للبحر وزدت عملت لهم حجر في البحر على اساس مش يحمي الموج. انت حميت الموج والماء اللي كان مالح ما عادش مالح، هبط له مياه الصرف الصحي. بدل الماء وجي وعند وهزوا عينات وشوفوا عينات من الماء البحر، ماء البحر نتاع شط مريم ما عادش فيه ملح. فرد مرة الصياف في شط مريم والتبحيره في شط مريم ولا تمثل مشكله ومعضله لبرشا مصطفين يتشكاو من نوعيه مياه البحر، باش ما نحكيوش زاد على الرمل المسخ اللي راهو فيه والفضلات اللي ملقات في كل مكان. صدقني على الاخر على الاخر اني عندي زوز صغيرات وليت كي نهبط نخاف دون بار فما برشا حجر ولا هذه حاجه جديده. البحر مسخ كاريمون، معناه ما عادش تنجم تعوم فيه بالكل بالكل، ما يزيش فما ريحه ولا اصفر على الاخر، دونك ظاهر فما اودور نتاع هكا حاجات ما شاء الله هو اعلم منين جايه في شط مريم. وليت في البحر كله ملوث، معناه ملوث. كطبيبه تنجم توصف لنا معناها الحاله نتاع المياه وشنو ممكن يكون فيها؟ معناها المياه هذيا شنو الحوايج ولا البكتيريا اللي تقلق المصطفين وتقلق الناس المرتدين للبحر؟ فيه كل انواع البكتيريا الخطيره على الصحه، اختي انا بيولوجيست وتعرف البكتيريا الزاده الريزيستونت احنا نقولوا معناها للمضادات الحيويه، تسبب الاسهال، تسبب الكونجونكتيفيت معناها امراض العيون، تسبب لي غاسترونتيريت يعني انه يرد انه يولي عنده الاسهال مثلا صغير ولا كبير ولا اللي هو. وهذه زاد كيف كيف معناها كما نقولوا بكتيريا موجوده في المخلفات يعني نتاع الناس، يعني ماهيش بكتيريا نجم الانسان يتحملها، بدا الانسان عادي يتحملها. هذا كله نتيجه مياه الصرف الصحي اللي قاعده تترمي في البحر من غير اي رقابه، من غير ناكد غياب تام للسلطه ورقابه السلطه. معناها نهبطوا للبحر لازم الشط تشوف الوسخ والحجر وكل شيء، لازم نهبطوا للماء نلقاوه مسخ، معناها عباد تهبط تصب لنا في وسخ نتاعهم واحنا صغارنا، معناها الله اعلم بحالنا كيفاش ولاو، معناها نهار كله ولينا في الطبه، معناها ماء مسخ يعمل كونسير يعمل كل شيء، احنا ولينا نهار كله نعموا فيه. المسؤول اللي تكلمه يقول لك اني خاطيني، الناس كل ترمي في المسؤوليه كل واحد. الاستشاره الماء نتاع الصرف الصحي عنا عشرات السنين واحنا نسمع كل عام يقولنا بدينا في الاستشاره، كل عام يقولنا هاو السنه هاو عام الجاي هاو السنة. وكل مسؤول يرمي في الكره على على عملونا، قال شنو هو ولا عندكم بلدي، بلدي تعرفش عندها بلدي شط مريم عندها تراكتور 10000 منقوبه نهار يخدموا 10000 اللي تكلموا قلنا انا عندكم بلديه. نراو ولا مسخ اصفر دايوغ ساعه نهارين ونحن نخرجوا في الصحر هكا ويجور وسيمين ما احكي لكش. البارح ولا هكا ابارامون حس ما سمعت قالوا له ناس سايبت الوسخ ولا اصفر ويتزلق، معناها مش نورمال ديغولاس ولا بحر. أنا تصور انت بحر نجيو نقاوه نظيف يهبل في نهارين كيفاش ردوه؟ عباد بني اقامات بايعين بالمليارات يحطوا في مليارات كل صيف في جيوبهم ويصبونا في الوسخ نتاعهم وفي زبلتهم علينا، احنا ولاد شط مريم معناها احنا شط مريم عندنا بحر ولينا نمشيو نلوجوا ونعوموا، معناها اغزر وين وصلنا؟ لا طلبنا تنميه لا طلبنا حد شيء، معناها حقنا احنا كمواطنين في شط نظيف اوموا. غريبه معناها كيفاش العباد كيفاش تخمم، مفروض نحنا نزيدوا ننظفوا مش نمسخوا. ووقت توا معناها تنبك الصيف تنبك العباد تجي تصيف تجي يعملوا عامله كيما هكا فريمون، واحد كره روحه وين يمشي يعوم بربي، يمشي يسافر لبرا باش يمشي بحر باش يصيف شيء عايف هالبلاد. ما طلبنا حد شيء، معناها يلزمنا احنا نوليو همجيين نسكروا الكياسات ونحرقوا ونكسروا باش السادة المسؤولين يسمعونا، ولا هي السلطه الجهويه لا هي بالقنطاوي ولا هي بخزام ولا هي بو جعفر، شط مريم عليه مواطنين من درجه ثانيه احنا. المسؤول اللي تكلموا ايه انا في بالنا بالموضوع، عندكم 10 سنين في بالنا بالموضوع. شوف البحر كيف انه، هذا بحر شط مريم